ينضم على الهاتف الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما تفضلت وقلت منذ قليل، مؤسسه كبيره عريقه بحجم مؤسسه روزر يوسف كانت بتقوم بتكريم الاسطوره، اسطوره النادي الاهلي، وطبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب ووسام الاحترام. يمكن ما فعلوا في المجال الرياضي منذ ان كان لاعبا الى ان وصل رئيسا لمجلس اداره النادي الاهلي، الاسم الكبير الاسم الاسطوره الكابتن محمود الخطيب بيلقى قبول كبير عند مؤسسه كبيره وهي روزر يوسف. قد حريصه كل قيادات روزر يوسف تكون موجوده في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد تكريم الاسطوره الكابتن محمود الخطيب في جلسه ود، في جلسه صفاء استمرت حوالي ساعة إلا ربع. يمكن رحب بيهم الكابتن الخطيب ترحيب كبير جدا، وقام بالفعل بتسليم درع المؤسسة للكابتن الخطيب، والكابتن الخطيب بادرهم بتسليم تيشيرتات النادي الأهلي في يمكن ظاهرة تدل أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي غير. هذا الجزء الأولاني. الجزء الثاني، يمكن منذ قليل عقد مجلس إدارة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، يمكن لسه المجلس منعقد من حوالي خمس دقائق لمناقشة عدة موضوعات رياضية وإنشائية وكل ما يخص النادي الأهلي على مائدة مجلس الإدارة الآن. زميلي محمد أنا معاك أي استفسار. طيب شريف، بالتأكيد التكريم ومنح الكابتن محمود الخطيب وسام الاحترام والتقدير ده كان خبر مهم جدا. مؤسسة روزا كانت نشرته منذ فترة قليلة وتحدثت عن فكرة تكريم أساطير الكرة المصرية وأحد أساطير الكرة المصرية والإفريقية والعربية، رمز كبير كلنا بنسعد بيه وبنتشرف بوجوده في أي محفل قاري أو دولي، وهو الكابتن محمود الخطيب. هل كان هناك تصريحات أو المسؤولين عن روزا اليوسف فتحدثوا معاك أو سألتهم عن قيمة هذا التقدير أو قيمة هذا التكريم للكابتن محمود الخطيب؟ يمكن تحدثوا مع الكابتن خطيب طبعا، وانا كنت حاضر جزء من هذا التكريم. يمكن رئيس مجلس الاداره، رئيس التحرير وبعض القيادات وبيتكلموا عن حبهم لكره القدم عن طريق لعب الكابتن محمود الخطيب منذ ان كان لاعبا. عشقوا كره القدم من الكابتن محمود الخطيب، شجعوا كره القدم علشان الكابتن خطيب، فده الكلام اللي كانوا بيقولوه بيرددوه في جلسه الكابتن محمود الخطيب. عشقهم للكوره جاء عن طريق الموهوب الحريف الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب. يمكن كانت الجلسه كلها ذكريات عن منذ ان كان لاعبا الى ان تطرق الى رئاسه النادي الاهلي والانجازات التي تتوالى منذ ان اصبح رئيسا طبعا للنادي الاهلي هو ومجلس ادارته. يمكن حضر من جانب التكريم بعض من اعضاء مجلس الاداره طبعا على راسهم نائب رئيس مجلس الاداره الوزير العمري فاروق. شيء طيب. مجلس الإدارة زي ما ذكرت يا شريف بدأ الاجتماع منذ قليل لبحث عدد من الأمور الإدارية والإنشائية خلال الفترة القادمة، في ظل إن خلاص بقى أنت عندك موضوع ومشروع اقتصادي بالتأكيد في متابعة دقيقة سواء في أكثر من إطار، الإطار القانوني والإطار العملي في الفترة القادمة لعقد الاتفاقيات وتوقيع البروتوكول، كل مشروع على حدة خلال الفترة القادمة إن شاء الله. تمام. يمكن المجلس منعقد منذ حوالي خمس دقائق او عشر دقائق بالكثير منذ الخامسه مساء طبعا لمناقشه موضوعات كثيره، موضوعات رياضيه، موضوعات اقتصاديه، موضوعات انشائيه، كل ما يخص اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في الفتره المقبله على مائده مجلس الاداره الان. زميلي العزيز شريف شعبان انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هنرجع ليك لو في اي مستجدات اخرى من فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد واجتماع هام جدا لمجلس الاداره بالنسبه للمرحله القادمه.